هاي البزق آلي موسيقية وترية مصنوعة من الخشب، عندها شخصية خاصة من ناحية الشكل والمضمون. كانت تسمى عند العرب باسم الطنبور، أما تسمية البزق فظهرت بالقرن العشرين وهي مستوحاة من البوزوكي. أصل كلمة تركي وبيعود لجيش عثمان المعروف باشي بوزوك، والعبارة بتعني الوجه المحروق. البزق تشبه البوزوكي اليوناني والساز التركي، بس كمان بتختلف عنهم، وهي آلة كردية. أول مين استخدمها هو الفنان هافال الكردي. هالآلة تعتبر تقليدية بالموسيقى العربية أو الموسيقى التركية، وهي بتدخل ضمن آلات الموسيقى الغجرية. بيشتهر استعمال البزق أكثر شيء بلبنان، سوريا، فلسطين والأردن، ويستعمل عادة كسولو. بتضم هالآلة وترين مزدوجين مصنوعين من المعدن. مين قال إنه الأخوين رحباني شهروا آلة البزق من خلال استعمالها كآلة موسيقية رئيسية بمعظم أعمالهم؟ أنا قال. شوفكم بكرة.